زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس متواصلين مع ضيوفنا اليوم ابطال الصعود من اولمبي الفيجي ومستقبل الفيجيش، والتحق بينا ضيفنا الرابع اليوم عربي العوني. خويا عندك عقوبه ساعه على التاخير، مرحبا بك. الحمد لله ديك عايش كبير كبير. مبروك عليكم الصعود، يعطيكم الصحه. والله الحمد لله ما انت تعبنا هم ذي، الحمد لله ما انت حقنا الصعود، والحمد لله فرحنا الجمهور الكل قاعد يتابعنا. إذا كنت تعودنا نحكيو على مستقبل الجيش، نحن أكثرية في كرة اليد معروف الفريق، كون تقريبا لعبة من أحسن ما جابت كرة اليد التونسية، لأحسن لعبة دائرة في أوروبا، لعبة لعبة أسمى الغاوي، موجود معنا بالتليفون. أسمى أهلا بك. أهلا عاصمة، مرحبا بكم. ظهالي ما يشغل، أنت بنت مستقبل الجيش، بونغ ماكش أصلك من الجيش، ظهالي عملت 10 سنين وعرفت برشا في الجيش ولعبت في الجيش أصلا. اي لعبت جيش وانا حبيش نسيت انا ايش كثير جيت انا من مسيرين يا سيدي اصلي من زمان في باتريا دي مونستيري دونك انا لعبت في الجيش وهزيت بالسي في الجيش وشخت دونك ونتصور فرحت معناها بالصعود توا دونك وليت راجي شيء ونتصور فرحت بالصعود اكيد نتاع المستقبل والله فريمون انك سوا اكستراوردينير فريمون يعطيهم الصحه الاولاد نتي اختي معناها تارسح تاريخي البلاد معناها ان غون سلوا بلاد صغيره فيها 5000 ابيتون دونك فريمون لي مويان اللي عندهم وكل شيء يوصلوا معناها في الليغا لا ميتشين فريمون ان غون سلوا برافو لي جواريت وخدي ليو وللجمهور سيرتو خاطرهم هبل على الجمعيه اكشفت كيف ربحوا وكل شيء كيف البلاد تعبيت بالعبيد وكل شيء دونك بيان سير فرحت البلاد اللي نعيشها البلاد اللي نحطها والعرب فيها البلاد دونك بيان سير فرحت. انت توا موجوده في رومانيا، تمنيت تكون موجوده في راجيش؟ والله تمنيت اي اختي توا وراني ديريكت وفي البلاد في الدنيا معبيه والعباد فرحانه وغنيه وكل ماذا بيا كان جيت غادي كي ما مالغزمون بابا احنا حتى نصبوا في الستاد بابا ديما انت فرض على ليزونترينمون تاع الجواريت ومشيتها. طب كيفاش تبعت الماتش؟ طب شفت المقابله ساعه ولا ايه؟ هاي تفرجت في التلفزي راكي خلي البوكس دونك تفرجت كيفاش تبعت الماتش اسف اما بون ما كانش فيه برشا ستريس الماتش غالي ربحتوا ثلاثه خاطر انتم ثلاثه بلاي والله ماتش محلي هي برشا جرينتا برشا كليب ديما هكيك هو حاجه بيا في الاكيب اللي هما كلهم بريس ولاد جمعيه معناها محلاه الاستوار معناها سكسس ستوري كيفاش تبداو منها في 2003 في 3 سنين معناها توا باش يلعبوا في الليغا معناها فريمون حاجه تشرف للبلاد انت يا اختي معناها جو سو فيير دابارتينيغ للبلاد هذي فوالا للرجيش معناها دونك حاجه باهيه للبلاد باش تولي تتعرف اكثر والجمهور معناها كرة القدم باش يولي يجيو للبلاد تعرف خاطر مزيانه على الاخر زيدنا عباد باش يعرفوا ياسر مزيانه برشا برشا في السوق السيف دونك حاجه باهيه للبلاد هذا وان شاء الله العباد معناها المسؤولين يتنفسوا للجمعيه خاطر كيما تعرف استاد صغير ماهوش امولوجي باش يلعبوا في الليغا صار يعملوا بالستاد باهي على الاقل كي يوليو عندهم يتطوروا في فراجيس غير يمشوا لبلاصه اخرى وكل شيء ويترينيو وتبدا عندهم دي كونديسيون خير. سينو اسما ما جاتش فرصه باش نهنيك بتتويجك بلقب احسن لاعب دايره في اوروبا برافو عليك اسما وشنو الجديد شنو مستقبلك تو باش تكمل في رومانيا كيفاش بالضبط؟ اي في رومانيا ديجا روحت عند فيديو معطين كنت في الحجر وان شاء الله نهار اثنين نرجعوا نترينيو معناها تو ديجا رجعت الدنيا تيست نورمال شويه شويه نعمل تيست معناها كورونا نهار اثنين ان شاء الله نرجعوا نترينيو تو ديستاج وربي يستر يعطيك الصحة. هذا السي في رومانيا شيخة هوني دونك الحمد لله. يعطيك الصحة، شكرا لك أسماء الغاوي وبالتوفيق إن شاء الله عليك. تحية للي بحذاك كل في البلاتو ونكوغ مبروك فريمون شرفتونا ومحلاهم الأولاد فريمون محلى روحهم قليب هكا وجرينتا وبرشا عظيمة إن شاء الله يا ربي كما قلت تتهاو بها الجمعية وإن شاء الله برشا معناها مسؤولين يحطوا معناها فلوس وينفستيو وكل شيء باش على الأقل خاطر فريمون حاجه تستغيك وتشرف على الاخر معناها في اختي تونس الكل دونك انكور برافو ان شاء الله بون كوراج ان شاء الله كي روح تونس تتفرج على ماتش كونتر سيرونس ولا ليتوال ولا ان شاء الله ان شاء الله ميرسي وبوسكم برشا شكرا لك اسما الغاوي به
نجيك لك انت عربي ظهري، ما شاركتش ما كنتش موجود في لا المقابله، لا لا كيفاش تبعت الستريس نتاع انك موجود في المدينه الظهري اصعب منك موجود في الكيران ولا؟ والله على الاخر من ليله الماتش معناتها فهمتني، جروب كامل سي سي، وكنا معناتها عارفين مش تعدى ماتش صعيب، والحمد لله معناتها الولاد ما قصروش، كل لعب كل ما لعبش معناتها كنا يد واحده، والحمد لله حقنا سعود وفرحنا الجمهور كله. سألت الولاد قبيلك على البريسيون تاع استاد رادس أول مرة في رادس، كيفاه كانت صعيبة كيفاه؟ والله كنا عارفين معناتها مش تعدى مقابلة صعيبة، كنا مركزين معناتها، حتى كي دخلنا معناتها سي حسين سي شوقي الستاف كامل حكى معانا معناتها، ابني هبطنا مركزين والحمد لله معناتها. باهي نجيك لك انت سليم، انت لعبت في منتخب الشبان سليم، لكن علاقتك بمنتخب الكاميرا كانت محدودة شوية، علاش؟ ما كملتش؟ ما شافش جابوك عليه السؤال هذا، ولا هذاك اللي شاف جابوك. منك انت تقصير منك انت ولا نجم الظروف معناها، خاطر سويت اسات معناها عملت عوان باهية، ما فات شيء معناها، مازال ما فات شيء، مازلت معناها الاوبجيكتيف مازال موجود، وعلاش ليه معناها نلقى روحي مازلت معناها فهمت. كوتش انت بديت من الخليج بالعكس، مش من تونس، مش كما مستانسنا بالمدربين، علاش شو هيف؟ انا يدور لي كي خرجت جيتي على لاج دو 26 ans، هو العام ليا في الخليج، خرجت اون طون كادجوان، انا ملي كنت نلعب في سفاكسرا لو سبور معناتها كان غرام برشا بالتيران، ومعناتها واضح وانه مستقبلي كمدرب هذا في مخي انا، فهمت مستقبلي كمدرب. وبعد خدمت في صنف امال النادي الرياضي الصفاقسي، ومن هناك بدات التجربه في الـ في الـ في المملكه العربيه السعوديه. بون مادامك بديت لو برومي با في بلاد تكمل فيها سي سور، معناتها اذا نجحت في بلاصه تكمل تخدم فيها. يدور لي اما توا صافي 12 اون الواحد في الـ في الـ في الخليج، فما انجازات، خدمت حتى في الاطار الفني المنتخب 21 المنتخب السعودي، دونك الواحد عمل حتى امبرانت في دول الخليج. دونك بعد 12 سنه الواحد يخم يقول علاش ما يحطش بصمه في بلاده، اللي عندي كوره في مخي علاش ما نستغلوش في بلادي، علاش ما نخدمش معناتها مع ملاعبيه ولاد بلادي وننجح في بلادي. هذا اللي فكرت فيه بعد برشا عروض جات من الخليج، خاصه في السنه هذه ما وافقت على حتى عارف فيها، وانتظرت الفرصه واني كيما نجحت البرا ننجح في بلادي، وافكتيفمون الحمد لله ربي وفقني. من الخليج جربتها الثانيه، ما تعتبرهاش خطوه التالي ولا ليه؟ ما فهمتكش. من الخليج تمشي للليغ 2 ما تعتبرهاش خطوه التالي؟ شوف ما حسبتهاش هكا بور ان اونترينور، خلينا نكون واضحين، كل بلاد يخدم فيها سيت ان مارشي بور لونترينور، فهمني؟ مش كيما تعمل 12 سنه في مارشي تحب تدخل انت ان اوتر مارشي اللي انت مازلت ما خدمتش فيه، تحب تدخل كبير ديزون، هذه ما تنجموش. اللي كبير في 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 بلاد ونجح فيها وعنده امبرانت وعنده اسمه، راهو كي تحول مارشي اخر ماكش تدخل في لو ميم نيفو. والحاجه هذه بالعكس انا نحبها بور بروفي، وانه لونترونير هذا ايتاب بار ايتاب، لازمكش تحرق المراحل، سورتو في مارشي جديد لازمكش تحرق المراحل، لازمك تعرف كيفاش تعدى خطوه بخطوه. فهمت كيف؟ وهذا سي تري امبورطون في كارير لونترينور، على خاطر لونترينور اللي يعمل بيرفورمانس ممكن في نيفو عالي، بعد لجور اللي ممكن ما تبدا كبير او ما تنجمش في لونترينمون اون طون كونترينور، بعد ما تنجمش تاخذ مرحله اخرى تقول اذا نجحت فيها انجاز، لا، اذا عملت انجاز في بلاصه كبيره بعد اي انجاز في بلاصه اقل منها ما عادش تسمى انجاز. دونك تبدا مرحله بمرحله، هذيك احسن ديما في اي خدمه في اي متيم لازمك تحرق المراحل. هذا اللي فكرت فيه. تجربه في جربه علاش ما تواصلتش برشا؟ شوف في امل جربه بصراحه، لقيت ناس بالحق تحب جمعيات، ناس تحب تخدم، ناس تحب تنجح، ممكن كان فما اتفاق بيني وبين رئيس النادي اللي بصراحه معناتها كان وانا عم الرئيس وخدم بقلب بالحق في امل جربه، تفهمنا من الاول، ممكن عملنا 15 جور دو ترافاي وبعد تفهمنا، قلت له رئيس راني اوبجيكتيف انا بالنسبه لي جوجو بور لاكسيسيون. فهمت كيف؟ هو ممكن ما كانش هذايا الطموح، قال لي انا نحب خطوه بخطوه، نحب نبني فريق، ما نحبش نزرب. دونك هذاك علاش تم التفاهم، ممكن بعد 15 جور فهمنا وانه
ممكن في 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 مرحلة أخرى نهار اللي هو يحب الحق وعنده لي مويان، خاطر الرئيس يجبد من وحده مسكين، فما رجال قاعدة معاه تحاول تدعم شوية، لكن هذا ما يكفيش باش تكون منافس على الصعود. دونك فهمنا وانه ممكن في وقت آخر وقت لي يفكر سي عبد المجيد زنداح، وانه يفكر وانه جديا في سيزون يقول هذه هي السيزون تاعي اللي مش نمن بها، ممكن يلقى محمد علي مع الجماعه. وهذا اللي لقيته في بيج اكيد. افكتيفمون بصراحه كما قلت لك، معناتها دونتري تعرف روحك في الاولمبي بيج، ما عندك حتى خيار اخر، ما عندك حتى اوبجيكتيف اخر الا وانك ترجع بيج لمكانها الطبيعي. ديما نقول عوده للمكان الطبيعي تاع الاولمبي البيجي. حكينا قبل على الفرحه في بيج، باش ناخذوا اكثر تفاصيل من على الفرحه في بيج، كيفاش كانت الاجواء من عند زميلنا علي التوكيب اللي اكيد كان معنا بالتليفون، تنعاودوا نتصلوا به شويه اخر. مالك انت كانت لك تجربه في السي اس اي، هل لكن ما خذيتش فرصتك كما يلزم؟ والله صحيح، انا مشيت من جامعتي يعني اريانا سي اس اس، بون وقتها مشيت انا كنت فما انتروداكسيون دو ريكروتمون، يعني عملنا كونترا صح، انا كونترا ومن بعد منولي فاليدي كان في جانفي قمعك بس سي اس اس قبل 6 mois. انا اخترت وقتها، اخترت اني نكون نقط كومبيتيتيف نمشي نعمل ماني بري في رادوي. مشيت نو مشيت للتروازيس الملعب الرياضي سفيقسي، مشيت للملعب الرياضي سفيقسي قلت نقط كومبيتيتيف 6 شهور وبعد نرجع باش ما نضيعش الريتم تاع لي ماتش وكلش. بعديك خرج لونترونور، جاب اونترونور جديد، جاب معاه جوارات، ما وقتها زاد لويت ريكروتمون معناها زاد صعب الحكايه. دونك خيروني اني نزيد نقعد معناها معناها كيما سوا ديزون في ارمي الجروب، اما مش معناها في الدزويت تقعد تترينا مع الملعب السفيقسي ومن بعد كفان سيزون نرجعوا نعملوا ستاج وكل شيء. انا قلت له ما رفضت هذا وسي با سا، معناها كانت المفاهم مش هكا جمله. فسخت، اخترت اني انا نفسخ خاطر قلت له انا عندي اوبجيكتيف، جيت راني نحب نقدم، خاطر انا خيرت اني نمشي للنادي الرياضي الصفاقسي على خاطر اوبجيكتيف ايكيب تكنيك ايكيب كبيره. جاوني دي زوفر اخرين من معناها من فرق اخرين في الرابطه المحترفه الاولى ورفض، وما يعرفوا شيء هذا. سي سلمان برمضان هو اللي جهزني يعرف شيء هذا. بعد لقيت مفاهمه اخرى في جانفي، معناها برو موا ما كان نقبلهاش، ما نجمش نقبل انك معنى. انك شقيق بسام بولعابي، هذه حاجه عاونتك ولا عقلتك ولا ما عندهاش علاقه جمله؟ والله بالنسبه لي انا معناها بون عاونتني، هو عاونني عاونني كوتي، معناها ديما ينصحني ديما يكلمني ديما يوجهني، اما كرويا ما عاونتنيش برشا معناها. الحقيقه معناها ما عاونتنيش، ما كنت ما عمل لي حتى انترفونسيون يعني. دوكو وانا كل ما نطلع باليه تعاود تصير مشكل كيما هكا، معناها حاجه كان عاود نرجع نعاود نمن بروحي نقدم تي تابتي، فهمتني؟ هو كان ديما السوتيان مورال تاعي، هو اصلا بسام خويا ما جامي هز تليفون يقول معايا سواديزون اصحاب او عندي خويا يعني يقول لي انت تجيب روحك، راه ما عندي، ما انا كنكلم واحد ما عندك باش توصل، يا تخدم على روحك تجيب روحك، سينو عندك قرايتك كملت لها فيها وكهو. هذيك حتى معناها في دارنا الكلام هكا، معناها ديما ديسكوراكي خاطر يعرفوا دارنا، يعرف معناها اذا باش نعمل عليهم باش نضيع، دونك لازم واحد يتعلم يعمل على روح. في وقت المكتوب مع نادي رادي سفيقسي زاد فهمنا طليق بالطيران، صدقني حتى الفلوس وقت ما لوش عليه عطيني، قلت له انا مو فهمتنا ما كانتش هكا، ما نجمش انا نقعد نزيد نستنى والعام وفان سيزون شنو باش يصير، نتوقع تفهمنا مو فهمه انت ما كنتش من امكانياتي من با خديت له معناها شانس نورمالمون اونترونور جديد نعاودو يجيو لي جوار لي ريكروتي والاونترونور هو اللي قايم، انا جيتي كارتي معناها من با الاونترونور ران سي راس عبد الدريدي وقت اونترونور قبلتها ونورمال مشيت وقتها كملت باركور نتاعي، زاد مشيت ليكيب كبيره هي الملعب الافريقي بمنزل بورقيبه، كنت كلاسي معناها الاولى في ليغ 2 معناها، ومن بعد في اخر ماتش كنت بيجا نذكرها بيجا وقتها معناها اخر ماتش لازم تربح بيجا وقتها سي تاحت باش تلعب البلاي اوت، ربحتنا على زيرو وقتها مشيت في بلاصتنا حمام نمر وهيدي التوجه عادي جدا كثيروا في حياه الكوارج اللي زكسي هذا، وهذيك ما تزيدني كان موتيفاسيون باش نزيد نخدم اكثر ونقدم مصاري. صحيح عربي، كيفاش عشت انت الفرحه نتاع الصعود نتاع مستقبل رجيس؟ والله يا فرحه ما عندكش بالعبيد، والبارح اللي جيتنا معناتها تقول ما انت بالرسمي اول مره هي ديجا تطلع ما انت ناسيونال،
والعبيد معناتها وقفت معنا من اول سيزون ديما كل طرح معناتها تلقى ديما استاد معبي حتى معناتها تخرج معناتها تخرج للشارع العبيد معناتها فرحانة بيك معناتها تحق شيء ما تنجم تطلب حد شيء غديك اللي معناتها تعطيهم هما باش تفرحهم العبيد خو الحمد لله فرحني معناتها ديجا 6 شهور نحن معنا انا ومالك ويوسف معناتها مزيت كي معناتها كنت في النادي الاولمبي للنقد انا جيت فهمتني مرة ثالثة نلقى روحي معناتها مع فريق معناتها في السعود الحمد لله فرحنا العبيد. علاش كنت وليست الماتش الاخر شوية تكنيك ولا؟ شوية تكنيك هكاك ناسي حسين حكى معايا يعني ما كنت راضي يعطينا معناتها ماتش معناتها الاخرين نربح ونفرحوا العبيد الحمد لله معناتها كان القلوب صافي كيف نقول نفس الفرحه اللي حكيت عليها انت هذه عربي كانت موجوده في بيجا هات نشوفوا كيفاش كانت الاجواء في بيجا مع زميلنا مراسلنا في بيجا علي التوكابري علي اهلا بك مرحبا بك سليم ومرحبا بضيوف الكرام توحشنا سويت البرامج الرياضيه علي اي فرصه هذه شكرا سليم العوده من جديد لغمار دوري الاضواء نعرف انه الرابطه الثانيه بتونس ما فيهاش برشا اجواء وما فماش برشا ميديا وبالتالي هذه فرصه باش نرجعوا مره اخرى للناس والنشاط تاعنا. باهي كيفاش كانت الاجواء في بيجا علي احكي لنا على فرحه البيجيه بالصعود. صحيح فرحه كبيره اسلام ورغم انه الاولمبي البيجي عكس مستقبل الجيش اللي نتوجه لهم بتحيه بعد صعودهم التاريخي هذه ماهيش اول مره وان شاء الله تكون الاخيره الاولمبي البيجي بعد نعرفوا انه من الفرق الكبرى من المدارس الكرويه اللي معناها يكون مكانها الطبيعي غير طفولة. صحيح فرحه كبيره وكانت عندنا ثقه كبيره في الفريق بقياده سليم جنيد والكوتش سي محمد علي معالج اللي يعطيه صح في الخدمه كبيره وكان عمل انتجراسيون تاع دي جوار جون خلى الفريق باش نمشيو مباراه براج، مباراه براج هي مباراه واحده احنا في باجه هذا كان غرس فيه المدرب اللاعبين والميساج كان واضح نجي دالي مباراة أخرى وبالتالي كانوا هنا في باجم حاضرين أنه الفرحة بشكون قبل ما نلعب مباراة وكانت هناك حفلة بعد الصعود بيوم مبرمجة قبل ما تبدأ المباراة أنه كانت هناك ثمة ثقة أنه الأولمبي بشكون في الرابطة الأولى الحمد لله الفريق ما خيبش أمال المحبين بتاعه اللي كان فيهموا بمالهم بوقتهم ورغم هذا كانت هناك بعض التشكيكات إسلام حول موضوع دعم الأولمبي البيجي والأصداء الموجودة في باجي هنا أنه هناك فرق أخرى كانت هناك فهم عندهم دعم كبير وما كانش فهم حديث وبالتالي الدعم كان في محدود في حدود معينة لكن فريق كان عن اللاعبين ممتازين قاموا بدورهم المدرب هذا قام دوره والحمد لله الفريق رجع للمكان الطبيعي واضح يعطيك صحة شكرا لك على توكيبلي على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها سليم انت ظهر لي ولدت اختصاصي في الصعود طلعت قبل الاستاد وكنت متحاسم بعد في طلوع الاستاد وقتها وقعت انت فجأة اختيارك افضل لاعب ظهر لي في الفريق وهداف ظهر لي 9 اهداف واكيد عملتها السنه كيف الاولمبي البيج الحمد لله الحمد لله شهر دي نفس التألق كان نفس التألق اما السنه ما مركيتش برشا السنه ما كنت ساهمت مع اصحابي كسوا مركي اللي انت تاك تبارك الله على اللي انت تاك به برشا مركينا برشا كسوا مركي يعني حسين في راس كرشود اي واحد يعني لصالح الجمعيه وصالح كيف يعني. سليم انت كل الناس كلنا نعرفوك ما تلعبت في زوج جمعيات كبار في تونس اليوم السي اس اس وستاد علاش ما توصلش التجربه فيهم سليم ما كانتش كبيره برشا هاني قلت لك سي اس اس وليتوال سمع وستاد كيف سي اس اس خاطر وقتها كي مشيت لها مشيت اخيب حاجه راهي في الكوره تامبري كونترا متعرف تامبري كونترا ما الجمعيه اللي انت فيها ما عادش نجم تلعب فيها وما عادش نجم لا تلعب لا تاخذ فلوسك لا شيء فهمت وقت اللي مشيت لسفيقس وقتها ترى مارش فهمت الجمعيه هذا شامبيون قبل شويه ميكرو الجمعيه هذا شامبيون وترى مارش معناها وتبارك الله معناها الجروب هذاك كبير برشا وانا مش حاضر فهمت لعبت صحيح لعبت الجيل الذهبي كان السي اس اس وقتها اللي كان في فخر الدين بن يوسف وجيني سي اس وخنيسي وايمن دونج معناها اكيب قويه برشا ولا مش حاضر يا كيما قلت لك خديك تام بري كونتر ما عرفتش ما عرفتش شهور ما نيتو شي سبوار ولا شنو هذا بون اخترت وقتها باش نمشي ما نحبش خاطر نقعد الحقيقه ما نكبرش قلت باش نبدل والحمد لله ماني ربي فوق لي خاطر تجربتي نتاع مع القروان كسوا مع استاد ديما في نمشي الحمد لله يا ربي ربي تقعد تهبني الحمد لله ماني صحيح كوتش البلون كارير نتاعك كيفاش مخطط بون كيما قلت لك توا الواحد اول حاجه يخمم وانه يحط امبرانت في بلادو هذه هي يعمل انجازات في بلادو البلان دو كونترا شوف فما برشا طور فناير فهمت كيفاه هوني لازمك تعرف وين تختار وين المرحله الجايه
او وين الخطوه الجايه او التجربه الجايه. انا بالنسبه لي ظهر لي كاول نجاح في تونس مع فريق الاولمبي البيجي، تعاملت مع بصراحه بيرو محترمين برشا، مع بيرو ياسر يقدروا المدرب والاطار الفني، وهذه عادات وتقاليد الفرق الكبرى في تونس، الفرق اللي صارت وجرت في تونس الاولمبي البيجي، دونك عنده التقاليد هذه والبيرو نتاعو كيف كيف. هوني ديما تخلي الاولويه الفريق اللي نجحت فيه، فهمني، وبعد تكون فما خيارات اخرى. نفهم باش تواصل مع الاولمبي البيجي الموسم القادم في الرابطه الاولى؟ شوف محمد علي المعالج وهيئه الاولمبي البيجي ما عادش علاقه نتاع هيئه او مدرب، انا ذري عائله واحده وشوفين سليم، فهمت، والاولاد الكل. دونك اذا كان مصلحه الاولمبي البيجي في محمد علي المعالج فهذايا معناتها شرف ليا، انا قلتها وباجا في الليك دو شرف ليا، دونك توا كيف كيف شرف ليا، واذا باجا مصلحتها في اسم اخر ماهوش محمد علي المعالج اجابه دبلوماسيه على الاخر. كوتش عطنا صحيح. انا تيهم شوف توا الناس كل فرحانه بعوده الاولمبي البيجي، فهمتني، الناس كل تحب تاخذ راحه، هذه حاجه مؤكده حكيتو، هذه حاجه مؤكده حكينا تجبد الحديث، فهمتني، فما نيه نقول فما رغبه على الاقل. اكيد اكيد فهمتني، هذا كله ما نجمو نحكيو فيه كان ما الناس كل ترتاح، الناس كل ترجع تتروبوزي وتعاود تخمم في تبدا تخمم في الموسم الجديد، فهمت كيف هذاك هو. دونك قلت لك اذا مصلحه الاولمبي البيجي في اسم اخر راه اكيد محمد علي معلش، تمنى التوفيق للاولمبي البيجي، هذه حاجه مؤكده، وكيف كيف هيئه الاولمبي البيجي مش تتمنى لي نجاح. يا من صرت تحب تخدم في الرابطه الاولى حاجه اكيد خطوه القدام، اكيد خطوه القدام، مش تعمل خطوه القدام مش ترجع تاني، فهمتني. دونك علاش قلت لك الاولويه الفريق اللي نجحتي والجروب اللي تعرفه والبيرو اللي تعرفه، هذيك الاولويه بالنسبه لمحمد علي معلش. نفس السؤال مالك، شو تواصل العام الجاي مع مستقبل الجيش؟ والله انت كنت عطوك ساعه مازال ولا حط شوف كنت راتويا انا نورمال احنا تفهمنا سيمو من بعد الرئيس قال لي صح على ماني عام ونص ونعطيك ورقه ريزيليسيون في يدك. انا قلت له عندي ثقه كبيره فيك، ماني ما نحبش ندخل في ديجا في الباب متى هذه، قلت له عندي ثقه فيك. قال لي وقت اللي تطلب ريزيليسيون نتاعك تاخو انت عندك اوبجيكتيف تكمله تقول لي اعطيني اوراقي ما سي بون تمشي على روحك. كي جينا باش نمشيو للرجيش اول حاجه طلع على الكار قال لي اسمعني انت اول واحد ترجع للتيرات تريد هكا. قلت له سي محمد علي انا راني توا معناها في مومو باش نفرحوا كل شيء، الكلام هذا نقعدوها تتروبوزي نحكيوه ان شاء الله عام ونص معناها مازال عام والا وفي هو نورمالمون تو في الكونترا قال مو مازال عام اما بالكلمه انا وياه وانا عندي ثقه كبيره في حس ما فهمت بين سطور كانك عندك عروض وتحب وتحب تغادر والله ما كيما قال لك الكرسي محمد راهو سي با فاسيل تعيش في معناها في كيب يعني والله صدقني سيرتو ما نفرجيش فامي راه مش فدلك معاك اي فما دي زوفر تاو نتصور بعض الماتش اللي عديتو ضد اللي عليك كان عليه برشا عينين نتصور فما بدايه فما شويه منين اعطينا شويه ما نجمش نقول لك تاو فما جمعيات كبار على الاقل اربع الكبار لا في الاربع الكبار يعني فما في الناسيونال فما جمعيات يتكلموني ومن بعد ما الكلام هذا مازال بكري عليه برشا من دي سي الريبريس تاع ليكيب ان شاء الله تاو نلقاو نلقاو له بون شوا ان شاء الله زيد كيما قلت لك زيد نرجع بسام اللي هو ديما كل في كل ماني كونترا يحطني يقول لي امشي ليكيب هذه راك باش تلعب فيها وباش تنجح فيها وديما كل ما نتبعه الحمد لله ديما هذه قدم وقدم. وانت عربي انا 5 سنين خمس سنين كونترا مش بك تقول فيها بامتياز مش عجبتك انا الكونترا انا 20 سنين كونترا مزال بكري مزال صغير ليه حاجه به يلقى روحه ماني العام الجاي يلعب في ناسيونال هو تو 5 سنين ومتتقلق وقت اللي تبدا مثل الظروف خايبه ولا تلقى الانتيغراسيون نتاعو. انا نعرف العربي الناس كل جروب كامل يحبوا طفل مازال قدامه برشا كوره ما تشوفوش هكاك راه 20 سنه مازال تو يجيو لي زوفر 5 سنين صدقني عمل عام تو يلقاو فيه معناها ما تعرفش على الكوره تتبع تنجم حتى في شتر سيزون تعمل المهم تكون معناها تعطي بيرفورمانس باهيه وتكون توري معناها لي كاليتي نتاعك ان شاء الله ربي يحلها في وجهه ان شاء الله. سليم لعب ضده الوليد معناتها تعرفه مليح اي نعم قلت لك لعبنا بوكو ماتش مستقبل جيش لي بلان دو كاليتي بصراحه الي رابيد دونك ممكن ما نعرفش ما خديتش طون جو كبير انت في
نلعبش باش اي فوالا كيما ستيم كيما عندنا لي جون جوور في الاولمبيك بيجي كيما عزيز جويني كيما رؤوف كيما حبوبي راهو لو جون جوور ان شيرش با في اون جو كيما هذا ان شيرش با لو طون جو ان شيرش الخدمه لازمو يخدم اكثر باش كي تطلع ليكيب لليك اون نهار اللي عمل عليه لونترينور الناس الكل مش تقعد تكونوا هذايا خاطر هذيك الثمره نتاع الخدمه تجي الفوز ما يفلتهاش فوالا فوالا انت انا ممكن واكيد باش تجي معناها اكيد انت ما خيلك تلعب تاخذ اون جو في ليك دو ولا في ليك اون فوالا هذاك علاش قلت لك سليم حكينا في الاوف تحب واش قلت في الاوف ولا تقول انت شو فهمت كله معناها فما شيء صحيح معناها في الكونترا توا نزلت معناها باش كيما قلت لك بكري نزلت ما قعدتش معناها مع جماعه في بيجا انا كيما قلت لك بريوريتي كيف ما حاجه لبرا مش تقعد مش تقعد سينا خويا في علاش ليه يعني عبيد محلوم لقي راحتي على الاخر بقدري غادي لعبت تحبني الحمد لله معني علاش ليه نعاود مع بيجا ونقعد الحمد لله واف يعطيكم الصحه الناس الكل شرف فينا تعدد في ساعه على حسب عايش يعطيكم الصحه محمد علي معالج الكوتش كذلك مالك بالعربي عربي العوني وسليم الجداير شكرا لكم فاصل ثم راجعين نستقبل ضيفنا اليوم وليد الهيج